67 بحكي لي انه في بلوك A و B وكتلتهم كذا، واحدة مربوطة بزنبرة وشد وواحدة بشد لحاله، ريلايزد فرونت ريست يعني تي 1 0، السبرينج اندي فورمد يعني مالوش قوة بالوضع الاول، ما فيش زنبرك. طيب حكى لي 300 اللي هو السبرينج كونستانت، حكى لي اوجد سرعة بي بعد ما تمشي 0.15. فاحنا احنا اول شيء بانه بكرات لازم نطلع معادلة الكيبل، تطلع اكس بي تساوي 2 اكس اي، هاي ها اكس بي تساوي 2 اكس اي، هاي اكس بي وهاي اكس اي، طلعن هيك. هو حكى لي هاي. طيب شو بعمل مع الكتل؟ معي تي 1 بعوض على تي 1 بلس تي 1 2 بيساوي تي 2. عندي هاي الفري بادي دايجرام حركته لهيك، فعندي 2 تي في اكس اي ناقص صفر ل اكس اي اللي مشاها كي اكس 2 في في بي التربيع على 4، لانه في اي بتساوي في بي بتساوي 2 في اي، ففي اي بتساوي في بي على 2 لانه تربيع 4. والمعادلة الثانية البلوك هيك حركتها لتحت تي وام جي، تي 14.7 بالوضع الحالي، بس هذا مش راح احتاجه هسه خليه على جنب. هسه الوضع ام جي في 0.15 ناقص تي في 0.15 بساوي كذا، 0.15 و0.15 معناته حلي صح، لازم اجمع معادلتين يلتقي الشد، بطلع في بي 1.044. طيب هسه شو بعمل انا؟ بدي اوجد ايش؟ الماكسيمم فيلوسيتي. ماكسيمم فيلوسيتي لما قوة السيجما اف تساوي زيرو، سيجما اف تساوي زيرو، انا هذا التنشن طلعته قبل شوي، فمعناته التنشن بالاي 2 تي معي 29.43 ناقص كي اكس قوة الزنبرك، اكس اي تطلع معي 0.981، اكس بي تطلع ضعفها. طيب شو بنعمل هسه؟ نطلع الماكسيمم فيلوسيتي. طيب نطبق له تي 1 بلس في 1 بساوي تي 2 بلس في 2. طيب احنا رح ناخذ للنظام كامل لاي وبي سوا، تي 1 0 في 1 بس بديتهم زي ما تقول هون، يعني الاي تتحركوا في القيمة الفي 1 0 والفي بي 0 كمان، لانه ما فيش حركة ما تحركش بالوضع الابتدائي. طيب الالاستيك 0 هون ما فيش الالاستيك 0، يعني ايش في 1 0. طيب 0 بتساوي تي 2، تي 2 شو تساوي؟ نص في ام اللي هي 4 في ايش؟ في اي تربيع، طبعا في اي تربيع ايش اللي هي على 4 هاي تصير، وهي في بي زائد نص هسه في بي ام اللي هي 1.5 في بي تربيع، هاي تي 2 للشكل كامل. هسه الفي 2 في عندي في إلاستيك صار للزنبرك، في إلاستيك للزنبرك إيش هو؟ نص في 300 في إكس إيه اللي هي إكس بي على 2 تربيع، يعني على 4 يعني هاي 8. طيب وفي وضع لا، طب بس في عندي وضع للبلوكة الثانية، في عندي وضع للبلوكة الثانية نزلت كم؟ ناقص أم جي 1.5 في 9.81 في المسافة اللي مشتها اكس بي اللي هي مجهولة، هاي ايش؟ مجهولة اكس بي مجهولة، لا اكس بي معلومة انا طلعتها من سيجما اف اكس، بعوض اكس بي هون بعوض اكس بي هون، طبعا هن جمع هذول بتطلع معي الفي بي والفي بي. الحالة الثالثة نفس الاشي، بطالب ماكسيمم ديسبليسمنت يعني ما فيش سرعة، يعني تي 2 0 بضل في في تي 0 ونحسب. شوف حل المانيوال، حل المانيوال حله هو تي 1 بلس في 1، مش مشكله طلع معي 1.044. بعدين حكى لي كي اكس نفس معاملت انا، طلع لي المسافات، الفي جرافيتي زي ما طلعتها ام جي في ال 1.62، والالاستيك نص في 0.98 تربيع، هاي الفي الاستيك تي 1 بلس في 1 واحد ربع ناقص كذا طلعتها، وهاي هاي للفرع الثالث نفس الشيء. راح اصور الحل انا.